حيث أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتقاء 195 شهيدا ومئات الجرحى في القطاع خلال 24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 25 ألف شهيد، بالإضافة إلى أكثر من 63 ألف مصاب منذ 7 أكتوبر. من جهتها قالت منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إن 750 ألف شخص في غزة يواجهون مجاعة كارثية، مضيفة إن القتال العنيف ورفض وصول الإعانات وانقطاع الاتصالات بغزة يعيق تقديم المساعدات بأمان وفعالية. واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها وعملياتها العسكرية، حيث ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 20 مجزرة ضد المدنيين الأبرياء راح ضحيتها 190 شهيدا و340 إصابة خلال الساعات الأخيرة الماضية. نزيف حتى الموت حال الجرحى داخل مشافي قطاع غزة، حيث تشهد المنظومة الصحية المحاصرة حالة انهيار واسعة، مما اضطر العاملين في مشفى ناصر افتتاح مقبرة داخل أسوار المشفى لدفن العشرات من الشهداء بعد سيطرة قوات الاحتلال على منطقة المقابر جنوب المشفى. أعدموا زي أيام صبرة وشتيلة أمام عيوننا، أمام عيوننا بيجي فوق العشرين شهيد قدامنا. بدنا أمان لأطفالنا اللي كلهم بتكتلوا، كل يوم بنموت 100 مرة، مش مرة، كل يوم بنموت 100 مرة. وشهدت مدينة خان يونس موجة نزوح جديدة نحو مدينة رفح جنوبا، لتتواصل رحلة النزوح القسرية لمئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين الجدد في مخيمات بسيطة تفتقر لأدنى مقومات الحياة الأساسية، حيث يعانون ظروفا قاسية جدا لا سيما مع الحالة الجوية قارصة البرودة كما حدث مع عائلة شراب. نزحنا من 17 نزحة هادئة، أنا واجب أقول لك 17 نزحة نزحنا من كل قطاع غزة، هاي وهذه النزحة الأخيرة. قال الحين وين ننزح؟ ننزح رفح؟ رفح كلها شارع واحد، احنا ننام فوق بعض نتطبق يقتلونا وخلص. حسبنا الله ونعم الوكيل، طلعونا من الصناعة الساعة 3 في الليل وغربونا، وين نروح؟ وين فيش وسع؟ وين بدنا ننام؟ احنا تدمرنا، جايين بعدة الصيف. حجم الخسائر التي تكبدها جيش الاحتلال الإسرائيلي كبير عقب إعلان رسمي عن مقتل أكثر من 23 ضابطا وجنديا، وأن 2 آخرين في حالة موت سريري، و11 وصفت جروحهم بالخطيرة و4 متوسطة، حيث يواجه الجيش مقاومة كبيرة مما دفعه لاستدعاء المزيد من قواته في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وفي ظل الأزمات الداخلية التي تعصف بالحكومة الإسرائيلية، لا زالت الحرب مستمرة على غزة تحصد مزيدا من الأرواح وتدمر ما تبقى من المدينة. عبد الرحيم أبو كويك، تلفزيون دولة الكويت، من رفح جنوب قطاع غزة، فلسطين.